طيب، صباح الخير يا شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في موضوع الـ evaluation. تمام، حكيت بأكد على النقطة هذه كمان مرة. إحنا حكينا إنه يعني درسنا supervised والـ unsupervised. في الـ supervised درسنا الـ predictive models سواء كان classification أو regression. الـ evaluation في الشابتر الثامن بركز على الـ supervised. الـ unsupervised ايش اخذنا؟ اخذنا شغلتين، اسوسيشن وكلاسترنج. اخذنا ايفالويشن خاص بالاسوسيشن واخذنا ايفالويشن خاص بالكلاسترنج. هدول الاثنين مختلفين عن بعض، كل واحد في له خصوصيه. اما الموديل ايفالويشن في الشابتر 8 بيركز على السوبرفايزد بشكل عام، فممكن انا اطبقه على اي موديل او اي خوارزميه بتشتغل بنظام السوبرفايزد. حكيت الموديل ايفالويشن شغله كتير كتير مهمه، لانه من خلالها بقدر اعرف اداء الموديل، يعني في الداتا لايف، في الداتا ساينس لايف سايكل او في الداتا ساينس بروسيس. خطوه مهمه انه يكون في عندي ايفالويشن، لانه انا بدي اشوف كيف اداء الموديل هذا في الفيوتشر. تمام، حكيت اعمل ايفالويشن للموديل باستخدام التريننج داتا. هذه شغلة مش مقبولة على الإطلاق، وكأنه زي كأنه أنا يعني بجيب لكم مجموعة من الأسئلة، تمام، وبقول لكم خدوا تدربوا عليها، وفي الامتحان بروح بجيب هي نفسها الأسئلة. فبالتالي هذا فعليا ما بقيسش أدائكم الحقيقي. تمام، راح بيكون أدائكم كتير يعني يعني أداء متميز، ولكن في الحقيقة مش هو هذا الأداء الواقع، أو هذا هو المستوى الواقعي. تمام، فبالتالي حيعطيني انطباع very optimistic، تمام، أو over optimistic. تمام، أكون متفائل للغاية انه الاداء كتير ممتاز، ولكن انه انا لما اجي انزله في البرودكشن راح يكون الاداء كارثي على الاطلاق. تمام، طيب، حكيت احنا عشان نختبر الاداء تبع الموديل، في انا عندي طريقتين لتقسيم الداتا سيت. في انا عندي الهولد اوت، وفي عندي الكروس فاليديشن. تمام، طبعا هذه الطريقه انا بلجأ لها عشان اتجنب الاوفر فيتنج. حنشرح ايش هو الاوفر فيتنج. تمام، اللي اقدر من خلاله انه فعلا اعمل ايفالويت للبرفورمانس. الطريقه الاولى اللي هي الهولد اوت، خليني اقفز هنا. تمام، في الهولد اوت سابقا احنا حكينا في الداتا لايف، في الداتا ساينس بروسيس، انه انا لازم اقسم البيانات انا عندي لجزئين، لجزء ترين وجزء تيست. جزء الترين انا بستخدمه لبناء الموديل، وجزء التيست انا بستخدمه عشان اعمل ايفالويت للموديل. تمام، هجيت في طريقة الهولد اوت في تفصيلة إضافية بدنا نحكيها، إنه أنا لازم أقسم الموديل لثلاث أقسام، جزء ترين، جزء فاليديشن، جزء تيست. تمام، فالجزء تبع الفاليديشن أنا بستخدمه على سبيل المثال عشان أعمل باراميتر تيونينج، أو إنه أنا أقيس يعني انا اثناء يعني ايش المشكله في هذه الطريقه؟ المشكله في هذه الطريقه انه انا بدي استخدم التيست في انه اقيس اداء الموديل. معنى ذلك انه انا وكانه انا بطلع على التيست داتا سيت، اللي هي يعتبر انه انا اخبيها لغايه لما اخلص الموديل بالكامل، وساعتها بختبر اداؤه، وبيعتبر انه هو مقياس لاداء الموديل في الفيوتشر. فعشان هيك انه اختبار الموديل او قياس الاكيورسي انا عندي، او قياس انه انا بدي اعمل تيونينج لبارامتر زي الكي في خوارزميه الكي ان ان، وهنا انا ضربتها على سبيل المثال فقط، لانه كل خوارزميه في لها بارامتر، فاجي بدي اعمل تيونينج للبارامتر هذا، اختار البيست فاليو. يعني كوني انه انا بستخدم التيست عشان احدد ايش البيست كي، هذا في حد ذاته غش. تمام، هذا في حد ذاته غش، لانه انا اطلعت على بيانات، يفترض انه هذه البيانات انا معتبرها انه هي تجيني في الفيوتشر. تمام، واستخدمتها عشان اعمل تقدير او اختيار للبيست فاليو تبعت الكي.
فعشان هيك باخذ بارت اللي هو الفاليديشن بارت، تمام، وبعمل عليه هذه الاشياء، بقيس اداء الموديل، وكذلك يعني بعمل باراميترز تيونينج، او بختار البيست فاليو للباراميترز تبعوني. حكيت انا عندي القيم تقسيمات اللي احنا كنا نعملها سابقا، تمام. حكينا انه التقسيمات الشائعة انه انا بيكون في عندي هنا 90 10، او تقسيمة ثانية 80 20 او 70 30، تمام. صحيح، هذا الكلام، هذا الكلام بيعتمد على السايز تبع الداتا. يعني انت لما يكون في عندك 100,000، ال 10% قديش بتمثل عندك؟ 10,000. 10,000 انت كتست يعني كافية جدا عشان تعمل اختبار لأداء الموديل، تمام. فهذه التقسيمات الشائعة انت عندك، تمام. هجيت هنا التقسيمات الشائعة اللي انت ممكن تستخدمها، انت ممكن تستخدم هنا هذه بتحتفظ فيها 70، تمام، وهنا بتقول 15 15، تمام، او 80 10 10. في تقسيمات غير هيك يعني، انه بس الفكره في الموضوع انا بدي لك التقسيمات الشائعه. يعني الفكره في الموضوع انه التريننج سيت لازم تكون هي يعني البارت الاكبر انا عندي، او القسم الاكبر انا عندي في البيانات، تمام. طيب نيجي هنا للاقسام بعد ما شرحت لك هذا الكلام. بقول لك التريننج سيت هي عباره عن سب سيت، وبنستخدمها عشان نبني البريدكتيف موديل. هذا الكلام بالنسبه لك معروف صار. اما الفاليديشن سيت هي عباره عن سب سيت، تمام، بستخدمها عشان اعمل اسسمنت للبرفورمانس تبع الموديل وقت بنائه في التريننج فيز. ركز لي على هذه الشغله، تمام. مش انه انا بختبر اداؤه خلاص بعد ما خلصت بناء الموديل، اثناء التريننج بختبر اداء الموديل، تمام. وممكن انا استخدمها عشان اعمل فاين تيونينج للبارامترز. فبالتالي هنا البارامترز الكلام اللي انا ذكرت لك اياه هي موجود هنا، تمام، وتعمل اسسمنت للبرفورمانس وقت التريننج. هي عملت لك اياهم هذول التنتين هايلايت، تمام. التست سيت او الانسين اكزامبل، هي يفترض انه اكزامبلز انا بدي اعتبر انه هي في الفيوتشر، تمام، وبدي انا اقيس فيها الفيوتشر بيرفورمانس تبع الموديل. واضح ايش الفرق بين قياس؟ احنا قلنا سابقا نحكي البيرفورمانس تبع الموديل بدون ما نحكي تفاصيل، لكن انا في عندي نوعين من البيرفورمانس، الفيوتشر بيرفورمانس، تمام، وفي انا عندي البيرفورمانس، تمام، وقت التريننج. بيرفورمانس وقت التريننج الفاليديشن سيت هي اللي انا بستخدمها لهذا التقييم، لتقييم اداء الموديل وقت بناء الموديل وقت التريننج. اما الفيوتشر بيرفورمانس انا بستخدم في التيست داتا سيت، تمام. طيب حاجات هذه يعني انا بستخدمها اذا الموديل انه يعني فيت للتريننج داتا سيت ماتش بيتر، يعني فاحتمال كبير يصير في عندي اوفر فيتنج، تمام. عشان نفهم مفهوم الاوفر فيتنج والاندر فيتنج وكل الامور هذه، خلينا لما نيجي لوقتها، خلينا ماشيين بالتدريج، تمام. نيجي الان للطريقه الثانيه. احنا حكينا احنا في عندنا طريقتين، في طريقه الهولد اوت، وفي انا عندي طريقه الكروس فاليديشن. طريقه الكروس فاليديشن متى بستخدمها؟ فقط لما يكون في عندي limited amount of data، لما تكون في عندي بيانات محدوده، تمام، بستخدم فيها الكروس فاليديشن. متصل.
اكيد في الماشين ليرنينج ما فيش رقم انه انا محدد، بس لازم انه يكون انا عندي الداتا يعني كابل اوف ثاوزندز، يعني عده الاف، يعني مش محتاج 4000 حاجة. 5000 6000. فبالتالي انت بتقول انه الداتا تريننج داتا از انف، يعني اذا كان انت عندك البيانات بالمئات hundreds، يعني 100 150، هذه لا يعني مش كافيه انه انت تقول انه والله ممكن ابني عليها ريالابل ماشين ليرنينج موديل. ممكن تبني عليها ماشين ليرنينج موديل وتطبق الخوارزميه عشان انت بتتدرب وتتعلم، لكن انه انت تبني عليها ريالابل ماشين ليرنينج موديل انه انت تنزله في البرودكشن، لا ما بيزبط هذا الكلام. يبقى هنا لما يكون في عندي ليميتد اماونت اوف داتا، معنى ذلك انه يعني بالمئات 300 200 150، في هذه الحالة إنه بيصير في عندي احتمال كتير كبير للبايس. إيش البايس؟ افترض إنه أنت عندك الداتا سيت كلها على بعضها 100، وأنت اخترت إنه أنت تخصم 90 10، لأنه أنت لو اخترت 70 معنى ذلك إنه ما فيش اكزامبلز كتيرة أنت أصلاً تدرب عليها، يعني عشان هيك قلت إنه أنت بدك تعمل 90 و10. فجيت تخيل حالك إنه أنت بتقيس أداء موديل وبتعمم هذا الأداء وتقول والله الموديل جاب 93% أو الموديل جاب 97% فقط على 10 instances أنت عندك من الديتا. فهل تقدر أنه أنت تعتمد ممكن باي تشانس أنه أنت العشرة هذول اللي أنت اخترتهم، لأنه أنت لما تيجي تعمل سبليت تعمل سبليت راندوملي، تمام؟ والسبليت راندوملي هذا، خلينا نرجع للنقطة هذه، لازم يكون ستراتيفايد. الستراتيفايد سامبلينج حكينا عليه، تمام، في النايم في البارتيشننج، معنى ذلك انه انت بتحافظ على نسبه، لانه هذا يعني هذا الايفالويشن للبريدكتيف مودلز، معنى ذلك انه انت بدك تحافظ على توزيع الكلاس ليبل في الاقسام الثلاثه هذه. يعني بمعنى انه افترض انت عندك توزيع الكلاسز، انت عندك 45 50، انت افترض انت في عندك تو كلاسز يس نو 45 و55، فهذا في كل الداتا سيت. في البارتس الثلاثه لما تختار ستراتيفايد، معنى ذلك انه النسبه هذه لازم تكون برضه موجوده انت عندك او متحققه عندك في الترين بارت وفي الفاليديشن بارت وفي التست بارت، تمام؟ ايش يعني انه بيأثر؟ البرايس، انت عندك البرايس، البرايس هو اللي بدنا نعمله بريدكشن، مش عادي يعني فلايت برايس بريدكشن، بدنا نتنبأ بسعر الرحلة. انت قول لي رحلة من كذا لكذا، تمام؟ ايش يعني قديش ممكن يكون سعرها؟ فبناء على الفيتشرز هذه انه انت بدك تقول لي انه سعرها ممكن يكون 300 دولار 150 دولار 700 دولار. ماشي، ما هو انت، ما هو كيف يعني عشان ما هو نيوميريك. في حال انه هو كان نيوميريك، معنى ذلك انه التوزيع تبع البيانات برضه بده انه يتراعى في هذا الموضوع. يعني بمعنى انه انت ما يكونش انت عندك التست انه فقط عباره عن رحلات قصيره الاسعار تبعتها تحت ال 100 دولار. بده يكون في عندك اسعار متنوعه، يعني ديستريبيوشن تبع البيانات. انت افترض انت عندك التوزيع تبع البرايس، انت عندك للداتا سيت كلها افترض انه هو نورمال، تمام؟ هذا في الداتا سيت كلها. هلقيت في البارتس الثلاثه هذا برضه لازم يكون نورمال، هذا لازم يكون نورمال، وهذا لازم يكون نورمال. ايش معنى هذا الكلام؟ انه اغلب الاسعار انت عندك بتتراوح بين رينج معين، ولنقل مثلا على سبيل المثال بين 600 و 300. في عندك اسعار رحلات زهيده جدا قليله جدا، ورحلات مكلفه جدا برضو قليله جدا. فهذه التوزيع لازم انه تكون يعني في الداتا سيت كلها، انه التوزيع هذه تكون موجوده في التست وفي الفاليديشن في الترين، تمام؟ طيب نرجع لموضوع البايس. موضوع البايس يا أستاذ،
كنا بنحكي فيه انه التست بارت انا عندي بس 10 انستانسز، ممكن باي تشانس انه العشرة هدول انه يكون اداء الموديل فيهم كتير رائع. فانت بتروح بتعمم، والله انا بنيت ماشين ليرنينج موديل يعني فيش بعد هيك، تمام، وأداؤه ممتاز 97% 98%، وانت كنت مشنس ان صح التعبير ومختار، او يعني انت مش انت اللي اخترت السبليت، صدف انه انت جاب لك انستانسز سهله في البريدكشن وجابها انه صح 100%. ليش؟ لانه انت عندك التريننج انستانسز قليله، بينما لما يكون التست بارت انت عندك 10,000 البايس هذا الاحتمال تبعه بقل، يعني عدم البايس انه انت تكون مختار انستانسز، يعني انه انت تكون متشنس فيهم. كيف بدك تشنس في 10,000 انستانس؟ كيف بده يكون الحظ حليفك في 10,000 انستانس؟ ممكن الحل الحظ يكون حليفك في 10، تمام، لكن في 10,000 يعني احتمالي كاحتمال ضعيف جدا، لكاد انه يكون معدوم. فبالتالي عشان هيك احنا بنختار الكروس فاليديشن. فالكروس فاليديشن ما بدي انه اعمل تيست على جزء واحد من البيانات، بدي اعمل تيست على كل الاجزاء تبعت البيانات تبعتي. كيف بدنا نعمل تيست على كل الاجزاء تبعت البيانات؟ بهذه الطريقة. طبعا هذه اسمها 5CV، 5 فولتس سي في، 5 سي في، سي في اللي هي كروس فاليديشن. ايش في ال 5 سي في؟ بتروح بتعمل، بتروح انت بتعمل خمس تجارب، ما دام 5 سي في خمس تجارب، في كل تجربة، تمام، بتروح انت بتقسم البيانات. واول حاجة يعني قبل ما تبدأ التجارب بتروح انت بتقسم البيانات اصلا لخمس اقسام، تمام. في التجربة الاولى ايش بتروح تعمل؟ بتروح بتعتبر انه هذا هو، بتعمل عليه تيست والباقي بتستخدمه للترين. في التجربة الثانية بيكون هذا هو التيست، الثالثة هذا التيست، وهكذا. هيك انت بتعمل تيست على كل الاجزاء. وايش بتروح بتسوي؟ بتاخد الافرج تبع الاكيورسي تبع البرفورمانس تبع الموديل. يعني لنفترض انه احنا مش قلنا انه انت ممكن تشنس، لنقول خلينا نقول انه انت شنست في هذا. هذا كان اداؤه سيء 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 سيء، معنى ذلك انه انت الافرج تبع الموديل حيكون سيء برضو كذلك، تمام، معنى ذلك انه في مشكله، الموديل مش شغال، ما ينفعش تعمله ديبلوي، شوف لك خوارزميه ثانيه، شوف لك طريقه ثانيه، الموديل هذا تحديدا مش نافع، بدك تشوف لك طريقه ثانيه، بدك تشوف لك خوارزميه ثانيه. لكن لو انت كنت هذا تمام، هذا تمام، هذا تمام، هذا تمام، هذا ما كنتش انه يعني اداؤه تمام، فبالتالي كافرج بيطلع انه اداؤه ممتاز تمام بالمتوسط. فبتقدر تقول انه الموديل هذا يعني ما فيش فيه بايس انه على داتا سيت معينه، فبالتالي ممكن انه انت تختار تعمل له ديبلوي. فهذا فقط بتلجأ له في حال انه زي ما حكينا انه انت عندك ليميتد داتا سيت، خلاص ما عندكش خيار، يعني هذه الليبل داتا سيت المتوفره، وبدك تبني ماشين ليرنينج موديل، بدك تشوف طريقه انه انت تحصل داتا اكثر، بس في نفس الوقت بدنا الموديل هذا انه هو ينزل في البرودكشن، فبتروح تستخدم طريقه الكروس فاليديشن. فهذا هو شرح الكروس فاليديشن، تمام. فبالتالي انه انت بتروح تبني موديلز كي تايمز، خمس مرات، ممكن الكي هذه تكون ثلاثة، ممكن تكون أربعة، تمام، ممكن تكون 10، الشائع انه هي انه بيتم تقسيمها ل10، تمام. فبالتالي انه في كل مره بتروح تاخذ قسم انه انت بتعتبره تيست والباقي ترين، تمام، وبتكون الداتا سيت انه هي مقسمه ل ايكوال يعني سايز سامبل سايز داتا، بسميها انه هذه ليف وان اوت، يعني كل مره من الخمس اقسام هذه بروح بترك وحده هي اللي بعتبرها انه هي تيست وبعتمد عليها. اخر نقطه، هذا كلام انا يعني شرحته اوريدي هنا، بس انه انا مجرد يعني انه هو موجود عندك، يعني انه انا يعني بعمل كي موديلز، تمام، وبقسم الداتا سيت لكي من البارتس، كل مره بروح بختار بارت بسميه ليف اوت، تمام، ليف وان اوت، يعني من الخمسه بارتس هذه بترك واحد
بعمل عليه التست والباقي بستخدمه للتريننج. المره هذه الليف وان اوت بارت او التست بارت او الفاليديشن بارت بيكون انا عندي هذا، والباقي حيكون انا عندي تريننج وهكذا. تمام. طيب طيب حكيت بدنا نتعرف على انواع الايرورز. حكيت انا في عندي ثلاث انواع من الايرورز. النوع الاول اللي هو التريننج ايرور. ايش التريننج ايرور؟ اللي هو الايرور تبع الموديل على التريننج داتا. ايش بتتوقعوا انه يكون؟ المفروض يكون زيرو، قليل مش زيرو. تمام. اذا الموديل انا عامل له جنراليزيشن يفترض انه الايرور يكون قليل، انه انا دربته على هذه الداتا سيت. تمام. اجيت اختبرته فيها هي نفسها. ايش بسميه هذا؟ تريننج ايرور. والتست ايرور انه انا بختبر الموديل على ايش؟ على التست بارت. تمام. فبالتالي انت عندك هي تريننج سيت وهي التست سيت. تمام. فهنا انت عندك لما تطبق التريننج سيت على الموديل بعد ما بنيته هذا اسمه تريننج ايرور. تمام. ولما تطبق التست داتا سيت على الموديل هذا اسمه تست ايرور. طب لما اطبق الفاليديشن بارت نرجع هنا ايش بسميه؟ فاليديشن ايرور. مهم جدا نعرف هدول الايرورز. ليش؟ لان انا بدي استخدمهم عشان انا احدد انه صار في عندي اوفر فيتنج او لا. تمام. هجيت الجنراليزيشن ايرور انه هو عبارة عن الاكسبكتد ايرور لما اطبق الموديل تمام على راندوم سيلكشن. يعني هذا بس انه انا ممكن انا اقيسه احصائيا، بس انا ايش بيهمني؟ بيهمني انه انا اعرف انه كل بارت في له ايرور. الترين في له تريننج ايرور، التست في له تيست ايرور، والفاليديشن في فاليديشن ايرور. طيب ناخذ، يبقى هنا عشان انه يعني خليني احط لك سلايد هنا عشان انه عشان انه اثبت النقطة هذه لانه مهمة جدا. احنا حكينا انه ايش؟ انا ممكن ارسم منحنى تمام بين محورين متغيرين، المتغير الاول اللي هو الايرور، والمتغير الثاني ممكن انا اعتبره اي حاجة. كيف يعني؟ يعني ممكن انا اعتبره انه هنا للترين او الداتا سايز. او ايش يعني الداتا سايز؟ انه انا عندي هنا على سبيل المثال انه انا اخذت 100 اكزامبل لبناء الموديل، هنا 1000 اكزامبل، هنا 10000 وهكذا. معنى ذلك انه انت كل ما تروح بهذا الاتجاه بيزيد السايز انت عندك في بناء الموديل. تمام. او انه انت ممكن تعتبر انه هذا المحور هو عباره عن ديسيجن تري سايز. انت عندك في الديسيجن تري ممكن انه انت تروح تبني عده ديسيجن تريز، وكل ما تروح بهذا الاتجاه كل ما كبرت الشجره. تمام. او ممكن يكون عندك هذا المحور الاكس اكسس هو عباره عن النيورال نتورك سايز. معنى ذلك انه انت تبني هنا موديل نتورك صغيره فيها طبقتين، هنا فيها ثلاث طبقات، هنا خمس طبقات وبتزود عدد النيورونز في كل طبقة وهكذا. هيك النتورك انت عندك بتكبر. او ممكن انه انت تعمل كمان هذا الكلام مع ايش؟ مع عدد الايتريشنز. في ايش؟ ايش الالجوريثم اللي بياخد iterations او الايبوكس؟ النيورال نتوركس. مش حكينا انه
في النيورال نتوركس انا بلف على كل الداتا سيت، بكون انه هي لسه ما تعلمتش، محتاج انه هي تدرس المنهج كمان مره، بلف عليها كمان مره، فبالتالي هذه بسميها ايتريشن او ايبوك. تمام؟ فمتخيل هذا الاشي. تمام؟ فهجيت انه انا بدي يكون في عندي ثلاث منحنيات او منحنيين. تمام؟ خلينا المنحنى نتفق عليه انه التريننج ايرور. التريننج ايرور في الاول لما ابدا ابني الموديل، سواء كان لما تبدا انه هو في النيورال نتورك لسه في بدايه الايتريشنز، ايش بيكون الايرور؟ عالي. او لما استخدم داتا سيت صغيره في بناء الموديل، ايش بيكون الايرور؟ انا ما اديتكش امثله كثيره، فبالتالي الايرور حيكون كثير كبير، فبالتالي انه حيبدا زي هيك. تمام؟ بعدين حيبدا يقل 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 يقل، بعدين زي هيك. تمام؟ فبالتالي هذا ترين ايرور. مفروض الفاليديشن ايرور، انا بحكي على ايرور مش اكيورسي. تمام؟ مفروض الفاليديشن ايرور ايش يكون، اقل منه ولا اعلى منه؟ اعلى. ليش؟ لانه الترين حكينا انه يفترض تكون اقل ما يمكن، هي نفس الاكزامبلز اللي درس عليها قاعد انا بختبره فيها، يفترض يكون الايرور اقل، فبالتالي حيكون في عندي منحنى ثاني هنا. منحنى ثاني هنا. تمام؟ فاليديشن ايرور. تمام؟ بدي اسميه فال ايرور. والتست كيف؟ موجودة. نعم. وفي عندك موديل ثالث، أو عفوا منحنى ثالث، إنه للتست ايرور. تمام؟ بيكون برضه نفس الفكرة، إنه هذا تيست ايرور. لازم تكون عارف هدول المنحنيات. انت عندك يعني مهم جدا انه انت تعرف انه هدول المنحنيات، لما احكي لك ترين ايرور، فاليديشن ايرور، تيست ايرور، انه انت لازم انه انت تكون عارف هذه المنحنيات. هجيت هنا ايش بحكي لك؟ بحكي لك انا في عندي تو كلاسز بروبلم، في انا عندي 5400 انستانسز. تمام؟ ايش راح منا هنا؟ انت عندك هنا نمبر اوف نودز. تمام؟ نمبر اوف نودز number of nodes للديسيجن تري. كل ما تزيد النودز في الديسيجن تري ايش بيصير؟ الشجره ايش مالها؟ تكبر. لما تزيد النودز الشجره بتكبر، لما تزيد عدد النودز الشجره بتكبر. تمام؟ اجيت تكون انت عندك الموديل شجره صغيره ولا شجره كبيره احسن؟ شجره كبيره احسن، معناه كل ما كبرت الشجره كل ما قل الايرور، لدرجه انه بده يكون عندك لكل انستانس في برانش لحال. تخيل اذا انت وصلت لمرحله انه انت لكل ريكورد عملت برانش لحال، معنى ذلك انه صار في عندك اوفر فيتنج. الداتا سيت هذه مفصله، او عفوا الموديل هذا مفصل على الداتا سيت، حفظ الداتا سيت. انا ما بديش هذا الكلام. فانت هنا لاحظ انه الايرور قاعد بقل، انت عندك زي هيك. تمام؟ وقاعد انه كل ما كبرت الشجره بقل بقل بقل. تمام؟ احنا ما بدناش هذا الكلام، احنا ما بدناش شجره كبيره، انا بدي شجره انه يكون فيها جنراليزيشن ويكون ادائها في الفيوتشر ممتاز. بديش انه هي تحفظ التست داتا سيت، بدي اياها انه تتعلم على الداتا سيت وتعمل جنراليزيشن للموديل، بحيث انه اي انستانس في الفيوتشر تكون عارفه باترن، انه لما تكون اكبر من كذا فبالتالي الكلاس بيكون كذا كجنراليزيشن. ممكن يكون في بعض الاخطاء اتس اوكي يعني، ولكن انه اداؤه بيكون في الفيوتشر انه افضل. اللي من ايش؟ طيب تمام. أنا قاعد
هي عدد الدبليوز اللي شغال. نعم مش هتسأل دكتور كتير. صحيح صحيح. وانا بدي ادور على النتورك سايز المناسب، كيف بدي ادور على النتورك سايز المناسب؟ او كيف يعني ممكن انه مش بس بسبب انه 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 النتورك سايز انه انت عملتها كبيره انه ممكن انه هو يصير اوفر فيتنج. اذا انت دربت الداتا سيت زياده، اذا انت دربتها اتريشنز اكثر من اللازم تحفظ الداتا سيت بصير اوفر فيتنج. فبالتالي المفترض انه انت عند اتريشن معين تقف. هجيت حنشوف وقت ايش يعني كيف ممكن نكشف الاوفر فيتنج. تمام. فبالتالي انه سبب الاوفر فيتنج ممكن يكون السايز تبع الموديل، ممكن يكون انه انت دربت الموديل، يعني انت لما تدربه 300 اي بوكس غصب عنها بدها تحفظ الداتا سيت، راح تعدل الويتس بحيث انه خلاص تعمل ميمورايز للانستانسز كلها في الداتا سيت، بتصير حافظه الداتا سيت حفظ مش انه فاهمه الداتا سيت. فهذا كلام انه انت عندك بوضح. تمام. هاي انت عندك هذه الديسيجن تري في المرحله هذه زي هيك، شايف كيف حجمها؟ تمام. وبعدين ممكن انه احنا نروح وين في المنطقه هذه. تمام. هيك الداتا يعني عدد النودز اكبر، شايف قديش حجم التري اكبر. تمام. فبالتالي انه انت فهمت هذا الكلام، صرت انه انت في عندك هنا اشكاليه انه انت لما يكون في عندك الموديل في له سايز، وين الموديل ممكن يكون في له سايز؟ في الديسيجن تري في النيورال نتورك. تمام. او ممكن انه انت يكون في عندك باراميتر ثاني انه السايز تبع الداتا سيت. كيف يعني بتقل نسبه الخطا لما تزيد الداتا سيت؟ ماشي. ما هو تكبر الشجرة بتكاش تصل لمرحلة انه انت يكون عندك انه كل انستنس ترسم له برانش لحال. تمام. المشكلة في هذا الموضوع انه بتكون الشجرة هذه مفصلة، بقيت يعني هتوضح هذا يعني حورجي لك ايش الفكرة، هوضح لك حوضح لك يعني خليني امشي كمان سلايد كمان، خليني ماشي بالتدريج في اجابه على السؤال تبعك. لو ضايل عندك التساؤل موجود يعني بتطرحه مره ثانيه. تمام. فبالتالي هنا السؤال، مين افضل، شجره باربعه نودز ولا شجره بخمسين نودز؟ أكيد أنت عندك لاحظ في المنحنى إنه أنت عندك بينزل دروب، أنت عندك تمام للإيرور، بعدين إنه هيك بدأ الإيرور إنه هو يتدرج وينزل زي هيك. أكيد هنا بقدرش إنه أنا أحكم إذا كان في عندي تريننج إيرور. لاحظ إنه أنا يعني بقدرش إنه أنا أجاوب على هذا السؤال، لأنه هذا الإيرور على وين؟ على التريننج. أنا قاعد بختبر على داتا سيت اللي أنا استخدمتها في بناء الموديل، بدي منحنى ثاني. عشان هيك انا في عندي فاليديشن ايرور، في عندي تيست ايرور، بدي منحنى ثاني واشوف كيف شكله عشان اقول لك والله لا الاربعه احسن من الخمسين. تمام. ف بتلاحظ انه طالما انت عندك التو كيرفز تبعون الايرور ماشيين مع بعض، ما بدو ان هم يتباعدوا عن بعض، معنى ذلك انه انت ما فيش عندك اوفر فيتنج. اول ما يبدو ان هم يتباعدوا عن بعض، معنى ذلك انه انت بديت في مرحله الاوفر فيتنج. ايش معنات اوفر فيتنج؟ معنى ذلك انه التريننج ايرور بقل والتست ايرور قاعد بيزيد. وين النقطه هذه؟ شايفها؟ وين النقطه هذه؟ هيها هنا. لو رجعنا على الرسمه هذه تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ يبقى الأربعة نودز ولا الخمسين نودز؟ شجرة أربعة نودز. تمام؟ بالمنحنى الثاني قدرنا إنه يبقى هنا بدك تفهم إنه أنت كيف تعرف في الموديل تبعك في أوفر فيتنج ولا لا؟ بدك ترسم المنحنيين، ما تعتمد على المنحنى أو على البرفورمانس أكيورسي، إنه أنت تقول الأكيورسي أنا عندي 73 93. بدك ترسم الإيرورز هدول الاثنين وتطلع عليهم انه اذا كانوا ماشيين مع بعض ما في اوفر فيتنج، ما في مشاكل. تفرقوا
اول نقطه تفرقوا فيها خلاص يبقى في عندك انت هنا اوفر فيتنج، وبتقدر تختار هنا الحجم المناسب للشجره او الحجم المناسب للنيورال نتورك او عدد الايتريشنز المناسبه للنيورال نتورك. واضح كيف انه انت بتختار هدول الثلاث شغلات؟ هذه الشغلات بتنطبق على عدد الايتريشنز في النيورال نتوركس، عدد النودز في الديسيجن تري، والسايز تبع النيورال نتورك. تمام؟ يبقى هنا هذا الكلام زي ما حكينا. نعم. الاوفر فيتنج، انه انت في عندك اوفر فيتنج ولا لا، بناء على ايش؟ على النيورال نتورك سايز او ديسيجن تري سايز. ديسيجن تري سايز، السايز تبع حدا معروف، هذاك عدد النيورونز وهذا عدد نودز، تمام، في الديسيجن تري، او عدد الايتريشنز، خليني اكتبها هنا مع النيورال نتورك، عدد الايتريشنز في نيورال نتورك. تمام؟ فبالتالي انت ممكن تستخدم هذا الاشي عشان انه انت تحدد هدول الشغلات. اوكي؟ طيب هذا اللي على الشمال واضح فيه اوفر فيتنج، تمام؟ بس هذا ايش؟ تريننج داتا سايز. يعني هنا ايش غير المحور؟ انه هنا كل مره بكبر الداتا سيت، وهنا برضه كل مره بكبر الداتا سيت، تمام؟ فبالتالي انه هنا في عندي اوفر فيتنج وهنا فيش اوفر فيتنج، فبالتالي انه غير المحور، انه كل مره انه هو بزود الداتا سيت انت عنده في بناء الموديل. فبالتالي انت بتفهم كل ما كان عندك الداتا سيت قليله، كل ما كان انت في عندك احتمال كتير كبير انه يكون في عندك اندر فيتنج او اوفر فيتنج. تمام؟ طيب هاجيت اورجي لك اياها في رسمه. هاجيت الريزون في الاوفر فيتنج انه الداتا سيت انت عندك مش كافيه، تمام، او انه يعني اضيف لك اسباب ثانيه انه انت عملت يعني اوفر تريننج. كيف يعني اوفر تريننج؟ انه سو ميني، يعني انه انت دربت الترينر، يعني عملت ترين للنيورال نتورك ويد كل مره بتمرر اتريشن، راح يعني هو راح يضطر انه يعدل الويت. انت قاعد بتقول لي ايرور، راح اضطر اعدل الويت لغايه لما انه اصفر الايرور. لا، بدك تتوقف عند لحظه معينه انه يكون الايرور مقبول، بس انه ما يكونش في عندك اوفر فيتنج. تمام؟ يبقى انت عندك الاوفر فيتنج انه الداتا سيت مش كافيه. ايش يعني الداتا سيت مش كافيه؟ لما تكون الداتا سيت صغيره فعليا الموديل بتفصل على الداتا سيت. الموديل بتفصل على الداتا سيت. يعني انت عندك الديسيجن تري على داتا سيت صغيره، زي كانه بروح برسم لكل سجل برانش لحال. ايش يعني شبيهة؟ حاجات الداتا سيت هذه مش نفس المصدر؟ بنفع انه انت تستخدمها في التست، بس يعني هذا كلام انه انت في البدايه لما انت تعمل بارتيشننج بهذه الكيفيه، تمام، والتست بارت هذا خلص تعزله عن الموديل تماما، تمام، وتبني الموديل، ممكن انه هو يعتبر اداء حقيقي او مقياس حقيقي لاداء الموديل. يعني فبالتالي انه طالما انه تست بارت انت عزلتها، وكانه انت زي ما بتقول انه انت جبت داتا سيت يعني انه مختلفه تماما عن هذيك، فهذا البارت اصلا مختلف عن هدول، تمام، ما فيش اوفرلاب بيناتهم، وانت عزلته عن الموديل تماما بعد ما خلصت بناء الموديل، قلت هذا افضل موديل نيجي بنفحصه هالقد، تمام. فاليديشن ايش؟
عملنا سبليت ثلاث مرات ايش؟ عملنا سبليت لثلاث اقسام اللي هي السام. كان عندنا سبليت واحده للكلاين واحده للفاليديشن واحده للديسك. ما شفت فاليديشن يعني هو الموديل اصلا ما شفتهاش يعني هي مضافه للديسك. لا الموديل انه هو بكون اتعرض لها نوعا ما لانه انا قاعد انه اول حاجه انه انا بفحص عليها تمام وانا ببني الموديل او ممكن انا استخدمها لقياس او لتحديد البارامترز الهايبر بارامترز تبعت الموديل اللي هي زي الكي. فبالتالي انه طالما انه الموديل انت استخدمت الفاليديشن عشان تعرف انه ايش الافضل كي معنى ذلك انه خلاص يعني وزي كانه انت بتظبط الموديل على اساس الداتا سيت هذه. فبالتالي الفاليديشن بارت خلاص تعرض لها تعرف عليها وبالتالي عدل البارامتر بناء على الداتا سيت هاي تمام. طيب عشان احنا نتجنب الاوفر فيتنج زي ما حكينا نستخدم الفاليديشن سيت تمام. و هذه الرسمه بتوضح انا عندي ثلاث حالات ايش فينا عندي. في عندي اوفر فيت وفي عندي اندر فيت وفي عندي الفيت. الفيت معنى ذلك انه الموديل وضعه تمام وزي ما انت شايف انت عندك في المحور هنا النمبر اوف اتريشنز يعني هنا مضروبه على مثال انه قديش عدد الاتريشنز اللي انت ممكن تعملها في النيورال نتورك. في بدايه الاتريشنز الموديل بيكون اندر فيت اداؤه سيء على بالمره. ليش؟ لانه لسه قاعد ما تعلمش على النيورال نتورك لسه ما عدلناش الويت قاعد انا الويتس انا عندي انيشالي راندوم وقاعد بتعلم كله شويه انت بتقول لي ايرور عدل الويت ايرور عدل الويت. فبالتالي البرفورمانس تبع الموديل سيء للغايه فهذه المرحله بسميها اندر فيت. بعدين تصل لنقطه ايش هي؟ انه بصير في عندك فيت للموديل انه هذا انسب موديل تمام وبعدين بيصير في عندك اوفر فيتنج. ايش مرحله الاوفر فيتنج؟ انه التريننج ايرور بيستمر في الهبوط بينما الفاليديشن ايرور بيبدا في الارتفاع تمام. لاحظ انه الاثنين بينزلوا بينزلوا هيو بينزلوا بينزلوا تمام. اول ما هذا انه ضلوا استمروا في النزول وهذا صار يرتفع خلاص بحدد النقطه هذه انه هذه عباره عن السويت سبوت هي افضل منطقه تمام احلى منطقه يعني افضل عدد اتريشنز انت ممكن انت تتوقف عليها يعني ما تدربش تعملش اوفر تريننج للنيورال نتورك تبعك. واضح ايش يعني اندر فيت واوفر فيت؟ اوفر فيت خلاص بتبدا للنتورك انه ايش تنحاز للتريننج سيت الايرور تبعها بيقل وعشان بسبب الانحياز هنا انه هي صارت حافظه الداتا سيت للترين بارت في الداتا سيت لما يجيها الفاليديشن انستانسز تعملها بريدكشن تغلط فيها فالايرور بيزيد تمام. حكيت اذا استمروا الاثنين في النزول خلاص خليه الموديل قاعد بيتعلم اعطيه له فرصته مش مشكله تمام. لكن اول ما بيبدا انه فاليديشن ايرور معنى ذلك انه خلاص صار النتورك راحت على منطقه انه هي صارت تحفظ ما تفهمش. لا اذا طلع بنزلش تمام خلاص. خلاص فهمنا ايش اهمية الفاليديشن داتا سيت تمام. هذا كله بس عشان اوضح لك التقسيمات الثلاثة هذه تمام. اجيت بنفع هذا الكلام اطبقه على التست يعني الفاليديشن كيرف اللي انا كنت استخدمه ممكن خلاص نستغني عن الفاليديشن ونستخدم التست؟ بنفعش. ليش؟ غش الموديل بغش في هذه الحالة قاعد بيظبط حاله برضو على داتا سيت وتعرض لها وشافها. لا يفترض انه هذه الداتا هذه الداتا سيت بدنا نستخدمها انه بدي اعتبرها انه هي فيوتشر داتا سيت. فعشان هيك انت في عندك ثلاث اقسام هنا. ايش يعني الداتا سيت كارثية في الايرور؟ هو عامل ممريزيشن للداتا. يعني غير التست يكون كبير لانه اصلا
ما هو انا بقول لك توقف هنا، انت تستمرش، بقول لك توقف هنا. اذا استغنيت على الفاليديشن سيت انت بتكون اعمى، مش انت بتكون اعمى، الموديل بيكون اعمى، تمام؟ لانه هو قاعد بيطلع على الايرور تبع التريننج، بقول انه انا ادائي واو وكول وماخذ مقلب في حاله، تمام؟ وبيجي عند التيست، تمام؟ فاوعك الموديل ياخذ مقلب في حاله. طيب هجيت برضو للتوضيح كمان مره في النيورال نتورك كيف ممكن انه انت تسوي هذا الكلام. فانت ممكن انه انت تعمل تبني اربع نتوركس، تايني سمول ميديوم لارج، تمام؟ وتروح تشوف كل واحده فيها اوفر فيت ولا مش اوفر فيت، كيف تريننج ايرور فاليديشن ايرور، تمام؟ ترسم الكيرفز هذول. هاي انت عندك للتايني داتا سيت، في عندك هاي شايف منحنيين للترين، طالما انه هم قاعدين ماشيين مع بعض معنى ذلك انه ما فيش عند المنطقة هذه، شايف هيو قاعد بقل هنا، اما هذا ايش ثبت خلاص توقف هنا، توقف عند ال 900، تمام؟ اوكي، هذا الكلام بتطبقه على ايش؟ على بقية احجام الشبكة، تمام؟ فانت عندك هنا نتورك 4 ترين، نتورك 4 فاليديشن، نتورك 5 ترين، نتورك 5 فاليديشن، وبتقدر انه انت تحدد انه وقتيش انه بده يتفرغ. خلي بالك وقتيش بده يتفرغ، انه ما يخدعكاش النظر انه هذا بدا يطلع او ثبت، تمام؟ والتريننج ايرور انه في النازل، تمام؟ خلاص ستوب، او انه انت بتقول انه النتورك هذه فيها اوفر فيتنج، يعني انت هنا بتحدد الايبوكس اللي انت المفروض انه انت تتوقف عنها عندها، تمام؟ او انه انت تقول انه النتورك هذه فيها اوفر فيتنج، النتورك هذه صغيره، تمام؟ على سبيل المثال النتورك هذه صغيره يعني بدنا نتورك اكبر، او النتورك هذه كبيره بدنا نصغرها، فبتقدر انه انت تاخذ قرارات بهذا الاتجاه، تمام؟ هتجد تقدر ترسم الكيرفز لكل المودلز هذول الاربعه اللي احنا حكينا عنهم، التايني وال والسمول والميديوم واللارج، وبتقدر انه انت تحدد هيو شايف انه هذا هيك وهذا هيك، هيو بدوا يتفرقوا وين صار في عندك اوفر فيتنج لكل واحده، تمام؟ هجيت اللي باللون الازرق التايني وين صار في اوفر فيتنج؟ لاحظ انه هنا طبقنا لوج سكيل. لوج سكيل لما انت يكون في عندك رينج كتير كبير في البيانات مختلف متباين لكل واحده، بتطبق عليهم لوج سكيل، بتقدر انه انت تشوف الفرق بيناتهم. فهذا في المنطقة هذه صار في عندي اوفر فيتنج للتايني نتورك، صار في وقت متأخر. نيجي للي بعديها سمول اللي هي باللون هذا، وين صار في عندي اوفر فيتنج؟ وين بدوا يتفرقوا؟ هنا في المنطقة هذه، شايفها؟ شايف المؤشر؟ واضح يا شباب؟ تمام؟ يبقى تأخرت عن أو عفوا يعني إنه صار بشكل مبكر قبل التايني، صار اوفر فيتنج للسمول. طيب الميديوم وين؟ هيو شايف؟ هيو بدا يطلع وهيو هذا صار في النازل زي هيك عند المنطقه هذه، تمام؟ واللارج صار اوفر فيتنج لها بشكل مبكر جدا، فبالتالي انت هنا تقدر انه انت تحدد ايش عدد الايبوكس المناسب وايش النتورك سايز المناسب بعد ما رسمت هذه الاشياء. هلقيت انت تطلع هنا، هلقيت مستوى الايرور هنا، تمام؟ مستوى الايرور هنا قديش انت عندك هيو، تمام؟ شايفه؟ ومستوى الايرور هنا هيو، ومستوى الايرور اللي انت بدك تتوقف عنده هنا هيو، تمام؟ شايف؟ اما هاي مستوى الايرور تبعها وين؟ خلاص هذه اللارج استبعدها، تمام؟ هجد انت عندك ثلاث مناطق، هدول الثلاث مناطق الثلاثه ايرورز بدك تختار اقل واحده فيهم، تمام؟ انا بالنسبه لي بفضل، اي نعم طولت في التريننج
ولكن بفضل السمول نتورك. ليش بفضل السمول نتورك؟ بفضل السمول نتورك لانه في الديكود. غير مكانك يا استاذ. اجل انت. لانه في الديكود لما تكون انت عندك الديكود تايم بيكون صغير. ايش يعني الديكود؟ البريدكشن تايم. لما تكون عندك النيورال نتورك صغيره البريدكشن تايم تبعها بيكون اقل. لانه انا عندي الملي ثانيه بتفرق. لانه انا بدي انزلها تعمل بريدكشن ل 10000 اكزامبل ل 100000 اكزامبل، فبالتالي الملي ثانيه بتفرق. فبالنسبه لي انا بختار السمول. ممكن انت تيجي تقول والله الفرق بين التايني، انا بختار. ممكن تيجي تقول انه والله الفرق بين التايني والسمول تمام او الميديوم انه مش كتير يعني كبير انه كسايز في النتورك، فبالتالي انه ممكن انا اخذ هذه. انا بالنسبه لي زي ما حكيت لك باخذ التايني. اي نعم بتطول في التريننج لكن هي لها اقل ايرور تمام، والبريدكشن تايم تبعها اقل شيء لانه هي اصغر شبكه تمام. لما تكون الشبكه بتكبر معنى ذلك انه بتكثر عمليات الضرب والجمع لانه انت احنا شفنا عمليه النيورال نتورك هو عباره عن حاصل ضرب وجمع. الانبوت في الويتس تجمع لها بتدخلها على الاكتيفيشن فانكشن. هذا كلام بدك تعمله لكل نود. اوكي طيب نيجي نشوف لتاسك مختلفه، ريجريشن كلاسيفيكيشن ديب ليرنينج او نيورال نتورك ان جنرال تمام. هاجيت الريجريشن انه انت بيكون في عندك مجموعه من النقاط وبدك خط يمثل هذه النقاط. فلما الخط يكون زي هيك لا يمثل النقاط على الاطلاق فهذا اندر فيت. ولما يكون الخط زي هيك يعني هذا الاوبتيمال فيت. ولما يكون الخط زي هيك بمر باغلب النقاط معنى ذلك انه انت بتفصل الموديل على النقاط هذه تحديدا لفيوتشر بوينتس حيتسبب او حتكون مشكله بالنسبه لي تمام. فهذا اوفر فيت. فالكلاسيفيكيشن لنفترض ان انت عندك بدك تعمل في السبورت فيكتور ماشين لاين بفصل النقاط اللي تحت اللاين كلاس اللي فوق النقاط كلاس ثاني. هذا اندر فيت. ليش؟ لانه في ايرور كثير تمام. لاحظ انه انت عندك الايرور هنا في المنطقه الزرقاء كم نقطه حمراء؟ نقطتين. لكن الكلاس الثاني الايرورز فيه كثيره. شايف انه هذه المنطقه اغلبها احمر لكن هنا في عندك نقاط زرقاء كثيره صح؟ يبقى في ايرور كثير في الكلاس هذا تمام. هذا اوبتيمال فيت. ليش؟ لانه اي نعم في بعض الايرورز هنا في عندك ايرور هذه النقطه هذه وعندك ايرور النقطه هذه. سكر الشباك والله تمام. اوكي وهنا في عندك نقطتين زرقاوتين تمام، انه برضه غلط فيهم تعتبر انه هي برضه ايرور بس اوبتيمال فيت. وين بيصير في عندك عشان تتخيل وين في عندك مشكله في الاوفر فيت؟ لو انت عملت رسمت لاين وبدك تجيب النقاط 100% بالضبط تمام، فاللاين انت عندك حتمر فيه زي هيك وحتمر فيه زي هيك عشان النقطه هذه تخليها تابعه للازرق تمام، والنقطه هذه اللي بالاحمر برضه بدك تجيبها تمام. فهذا اوفر فيت. فصار اللاين انت عندك فيت او الهايبر بلين انت عندك فيت للديتا سيت هذه تحديدا. اي داتا سيت بتيجي في الفيوتشر راح يفشل في تصنيفها تمام. والنيورال نتورك شفنا هذا الكلام انه انت عندك طالما انه هم يعني هنا ايرور عالي. شايف الايرور هنا عالي، هنا الايرور انه هو نازل تمام. والتو لاينز انت عندك متوازيين تمام، لكن هنا انه الترين بينزل والفاليديشن بيعلى تمام. اوكي خلاص صرنا عارفين ايش الاوفر فيت والاندر فيت وكيف انا ممكن نعمل ايفالويشن. المحاضره الجايه ان شاء الله بدنا ناخذ
الكلاسيفيكيشن والريجريشن. يعطيكم العافية.